Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى قليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد الحبيب الله السلام عليك يا وارث علي الأمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء عليه السلام يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وطعت الله ورسوله حتى تاق اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الإسلام الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين ورقار المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزقي الحادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله إني بكم مؤمن بيابكم وموقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم برحمة محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد